أهلا وسهلا بيكم. معلومة على السريع، في كتير من الناس جدا بتسأل، أنا كل ما أدخل على العصافير عندي أيا كان نوعها، بمجرد ما أدخل على العصافير ألاقي العصافير كلها دخلت البياضة. طبعا ده في يعني إيجابية وفي نقطة سلبية. النقطة الإيجابية إن الطيور بتشعر بالأمان في فده هيدفعهم إلى إن هم يعني يشعروا بالأمان والثقة في داخل البياضة فهيضعوا البيض. دي النقطة الإيجابية. النقطة السلبية هي إن أنت يعني ربما لن ترى الطيور مطلقا، يعني مجرد ما تدخل الغرفة أو ما تدخل على الطيور أنت ما بتشوفهمش مطلقا، يعني أول ما تخش عليهم تلاقي الطيور دخلت البياضة. طبعا ده يعني إيه مشكلة كبيرة، لأن أنت في نفسك تتمتع بالنظر إلى جمال الطيور. طبعا الحل في المشكلة ديت ايه؟ طبعا ده نتيجة الخوف الشديد جدا عند العصافير وعند الببغاوات اللي هي لم تعتاد على التدريب ولم تعتاد على رؤية الأشخاص. فالحل هو ان انت سيب البياضة زي ما هي في موسم التزاوج، لكن لما يدخل عليك الصيف ويخلص موسم التزاوج ايا كان نوع، انا بتكلم على ايا كان نوع العصافير او الببغاوات، ارفع البياضة في فصل الصيف بعد ما ينتهي موسم التزاوج، ارفع البياضة وعود الطيور على ان هي تشوفك وان هي تعتاد على رؤية الاشخاص بدون خوف. الحياة عجائب.